هيا نروي بالقرآن أحسن قصص للإنسان، نتعلم مع وعد درس باسم الرحمن المنان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. كانت مريم بنت عمران عليها السلام رايحة تيب الماء، وهي تمشي نزل عليها الروح الأمين على شكل إنسان وقال لها إن الله أرسل لها ويقول لها إنه راح يرزقك بولد زكي مؤمن. استغربت مريم من هالكلام، ليش؟ لأنها ما كانت متزوجة، لكن قال لها كذلك قال ربك هو علي هين، يعني هذا أمر الله وهذا الشيء سهل بالنسبة لرب العالمين فهو القادر على كل شيء. وفعلا حملت مريم وكانت عذراء ما كانت متزوجة، وولدت عيسى عليه السلام من دون أب. ولما نيت مريم حق أهلها والناس شافوها وهي شايلة ولدها عيسى عصبوا الناس وقالوا هالشيء عجيب وغير مفهوم، لكن الله عز وجل قال حق مريم لا تتكلمين ولا تردين. فأشارت مريم إلى هذا المولود فتكلم المولود وهو في المهد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا النبي اللي فاجأ الناس بكيفية ولادته وبعدها فاجأهم أنه تكلم وهو عمره أيام قليلة، لكن الله عطاه العلم والحكمة وأيضا عطاه القدرة على المعجزات العجيبة. فكان يأخذ الطين ويشكله على شكل طير وبعدها ينفخ فيه فيتحول إلى طير حقيقي ويطير، وأيضا من معجزاته كان يشفي الأعمى ويشفي الأبرص ويحيي الموتى، وكل هذا كان بإذن الله تعالى. وأيضا كان يمشي على الماء، وفي مرة قال حق بني إسرائيل صوموا 30 يوم وبعدها طلبوا اللي تبونه من الله وراح يعطيكم، وفعلا صاموا وقالوا حق عيسى أنهم صاموا وجاعوا وطلبوا أن ينزل مائدة من السماء. فدعا عيسى ربه واستجاب الله دعاءه وأنزل لهم مائدة من السماء، كلوا منها كل الناس لما نشبعوا. انتشر خبر المائدة بين الناس وزادوا المؤمنين بنبي الله عيسى عليه السلام، وعرفوا الكهنة اليهود باللي صار فخافوا إن الناس كلهم يتبعون عيسى ويؤمنون فيه، وقالوا لو استمر عيسى الناس راح تسمع له وتتركنا. فقرروا مع الحكام إن يتخلصون من عيسى ويقتلونه، أرسلوا الجواسيس عشان يعرفون مكان عيسى، وهني ياهم أحد تلامذة عيسى وكان اسمه يهوذا وكان طمعان في المكافأة اللي أعلنوا عنها، وفعلا بلغهم بمكان عيسى. وبعدها راح يهوذا إلى ربعه اللي كان عددهم 11 حق العشاء السري الأخير مع نبي الله عيسى عليه السلام. بعدها بشوي اقتحم الجنود المكان، وبهاللحظات الله عز وجل رفع عيسى وشافوا الجنود يهوذا فيه شبه كبير بنبي الله عيسى عليه السلام،
فألقوا القبض عليه وودوه إلى رأس الجبل، وهناك ربطوه على الصليب وعذبوه وقتلوه. الله عز وجل نجى عيسى وحفظه وخلاه حي في السماء إلى هذا اليوم.